على مدار وجودنا هنا مشاهدينا الكرام واحنا موجودين هنا في شرم الشيخ لمتابعه منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه، كان معانا تفاصيل كتيره جدا، اتكلمنا كتير جدا، وكان ضيوف المنتدى هم ضيوفنا في صباح الخير يا مصر وضيوف كمان القناه الاولى بشكل عام. كنا حريصين على ان كل الموجودين في الجلسات او غالبيتهم يكونوا ضيوفنا يكلمونا عن مشاركتهم. دلوقتي عايزين نتكلم مع حضراتكم عن اجمل مشاركه في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه، الجميله جنى، الطفله الجميله جنى اللي رفعت يافطه كتبت عليها انا بحب سيسي والرئيس اتكلم معاها. واعتقد ان غالبيه الشعب المصري كله بقى عارف جنى دلوقتي، اللي كانت موجوده جنب الرئيس وقت السيول اللي ضربت غرب سهيل الشهر اللي فات. يا جنى صباح الفل، عامله ايه؟ الشمس مضايقاكي؟ كويس. معلش شويه صغيرين وهتمشي، اخبارك ايه؟ كويسه؟ اي مش كلميني بقى الاول بقى على الفستان الجميل ده وعلى الشعر، مين اللي عمله لك؟ في كده صاحبة ماما ها هي اللي عملت لي الضفيرة دي. حلوة قوي الضفيرة، وانا اللي اخترت دي. انت اخترتي الفستان، ذوقك حلو قوي. انا مبسوطة ان احنا لابسين ابيض واسود زي بعض النهارده. تتعلمي بقى تعملي الضفيرة لنفسك بعد كده. ماشي جنى، انت قابلتي الرئيس؟ قال لك ايه؟ قال لي انا بحبك، قال لي انا بحبك وابتسامتك حلو. انت فعلا ضحكتك حلوة قوي، انت سكر يا جنى. طيب جنى قولي لي، انت كنت تعرفي اصلا ايه هو منتدى شباب العالم ده؟ طب لما جيتي المنتدى، لما جيتي شرم الشيخ، ايه اللي عاجبك هنا؟ عاجبني الناس. الناس المصريين. طيب الناس عارفاكي، كل الناس عارفاكي، كل الناس بترحب بيكي. مين اللي كتب لك اليافطه بقى قولي لي؟ معرفش انا. معرفش اسمها. علي صوتك شويه جنى مش سامعينك. طيب وانتي لما كنتي في غرب سهيل بقى وقت ما الرئيس جالك هناك، اتكلمتي مع الرئيس قلتي له ايه والرئيس قال لك ايه؟ يعني الصوره اللي انتشرت واللي الناس كلها كانت بتتكلم عنها وانتي قاعده جنب سياده الرئيس، فكان بيقول لك ايه بقى وانتي كنت بتقولي له ايه؟ لا كنت بقول له تعالى عندينا تاني وترحب عندينا واحنا هنيجي عندك تاني. الناس في غرب سهيل اتبسطت لما الرئيس جه بعد السيول وبعد المشاكل اللي كانت موجودة، لما الرئيس جه اتبسطوا. طب ايه رأيك في الجو في شرم الشيخ؟ حلو. اتفسحتي؟ اه. نزلت المية؟ ليه بقى؟ والشمس حلوه اهي. رحتي بقى دخلتي المحلات، شفتي ايه في شرم الشيخ؟ شفتي السياح اللي موجوده في شرم الشيخ؟ معرفش انا مشفتهمش. طيب عايز تقولي ايه للرئيس؟ عايز اقول ان انا بحبك قوي قوي وعايز اشوفك، عايز اشوفك تاني يا سلام عليك. ماشي ماشي. نورتينا يا جنى. جنى مبسوطه ان انت بقيتي مشهوره كده وكل الناس عارفاكي، وصورك بقى مع سياده الرئيس موجوده على كل الفيسبوك وكل الصفحات والناس كلها عارفه مين جنى اللي من غرب سهيل اللي قعدت مع الرئيس. صحابك بيقولوا لك ايه على الموضوع ده؟ صحابي ولا بيشوفوني. مش بتشوفي صحابك؟ وبعد ما بقيتي نجمه كده انت بقى اللي ما تشوفيهمش. جميله يا جنى، نورتيني يا جنى.